العجلة من أمرهم. لماذا لا يلعبون معي ويرفضون ملاطفتهم؟ أحب أن ألاطفهم، كأنني ألاطف غيمة رقيقة. أريد أن ألاطف الدودو بشدة. سوف تشفى بسرعة يا صغيري. ثق بي، أنا صديقة الدودو. أعجبك صحيح؟ لقد لاطفت دودو. الكالسيوم ستساعد على شفاء رجله. أنصح بجرعة ميجا من كالسيوم لاكتوز سكروس. يحتاج فقط إلى التحسن. جرب الجوز، الكثير من الجوز. بصفة جامبومان وبعد أن قتلت الكثير من الوحوش الضخمة، لقد اكتشفت أنه ليكون يومك ناجحا للغاية، عليك تناول شطيرة لذيذة. حسنا، كيف تشعر الآن يا صديقي؟ ما زلت لم تتحسن. ما رأيك في الهواء النقي؟ لا تقلق، سأحضر لك سلة من هلام التوت. نحن نتدحرج. عجبا. مرحبا أونغو، هذا هو صديقي غوتشيلا. أليس هذا الدودو لطيفا؟ اسمعني، علي مساعدته لأن رجله مصابة، أليس كذلك؟
حان وقت الدواء. أنا لا أفهم، اعتنيت به جيدا لكن رجله لم تتحسن أبدا. ماذا؟ شفيت رجله، لماذا لا يستطيع أن يتحرك؟ هذا لا يعجبني أبدا. كم أنت سخيف يا أمجو، الدودو لا يمكن أن يتحرك والسلة على ظهره. يا للهول دودو، وزنك هو السبب يا صديقي، هو يمنعك من المشي. حسنا أونغو، ماذا أفعل؟ عليه أن يأكل أقل؟ كنت أطعمك كثيرا، لكن أنا أحب أن أطعمه. حسنا، أنا آسفة يا صديقي، ربما لم تعد تحبني، لكن هذا لصالحك. لا تقلق، سوف نمرح معا كثيرا لنتمرن. اثنان، ثلاثة، أربعة، واحد، 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 اثنان، ثلاثة، أربعة. لقد نجحت، أنت تحسنت يا صديقي، وأنا متعبة. نستحق أن نرتاح، صحيح؟ للأبد.